السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر الفضيل أحبائي. اليوم عنوان درسنا فعل الأمر. الهدف اليوم أن يتعرف المتعلم فعل الأمر وحالات بنائه. تعريفه: فعل الأمر هو ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر. يعني هنا تذكروا سويا، إذا اتصلت لام الأمر بالفعل أصبح ماذا؟ أصبح الفعل الذي يليه ماذا؟ فعل مضارع مجزوم. إذا اتصلت لام الأمر بالفعل أصبح الفعل مضارعا مجزوما. أما هنا يشددون أن فعل الأمر هو ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر. مثال: قل، اسمع، اجتهد، تقدم، استغفر. حالات بنائه: إذا فعل الأمر مبني وعلامات بنائه ثلاثة. أولا، يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به أي ضمير ما عدا نون الإناث. مثال: قال صلى الله عليه وسلم: عقلها وتوكل. عقلها، إذا هذا الفعل صحيح. لنتذكر سويا الفعل الصحيح. الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلت أصوله من أحرف العلة. المثال الثاني: تحلينا بالأخلاق الفاضلة. أيتها الفتيات، تحلينا بالأخلاق الفاضلة. إذا مع أنتن يبنى فعل الأمر على السكون لاتصاله بنون الإناث أو نون النسوة. ثانيا، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر. أيضا لنعرف فعل المعتل، عفوا، الفعل المعتل هو ما كان أحد أحرفه الأصلية حرف علة، أي يتضمن الفعل حرف علة. مثال: اتقي شر من أحسنت إليه. الفعل هو اتقي، أصلها يتقي. أين الياء هنا؟ أصلها يتقي، إذن حذفت لأن فعل أمر. ثالثا، يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة. يعني أن هذا الفعل هو من الأفعال الخمسة. مثال: قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أين هنا فعل الأمر؟ اعتصموا، أحسنتم. اعتصموا أصلها في المضارع يعتصمون. أين النون؟ يعتصمون، أصبحت اعتصموا. إذن هنا لأن الفعل فعل أمر حذفت النون، كما قلنا لاتصاله بواو الجماعة. المثال الثاني: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذا البيت الشعري للشاعر امرؤ القيس. أين هنا فعل الأمر؟ قفا، قفا، ما أصلها في المضارع؟ يقفان، أين النون؟
حذفت. يقفان، إذا هذا الفعل هو من الأفعال الخمسة واتصلت به ألف الاثنين، قفا يقفان أصبحت قفا حذفت النون. المثال الأخير، إذا كانت الفتاة تريد التعليم فدعيها يا عزيزتي. دعي الفتاة تحصل على التعليم، دعي. إذا هنا أيضا فعل أمر، دعي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة واتصلت بالفعل ياء المخاطبة، أنت دعي. نبدأ الآن بالتدريب الأول. السؤال يقول: حدد علامة البناء لأفعال الأمر التي تحت خط فيما يأتي. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أين فعل الأمر؟ أيضا إذا ما هو تحته خط هو الفعل الأمر، ولكن أنتم عليكم أن تحددوا علامة البناء. أعطي، ما أصلها في المضارع؟ قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله، ما أصلها في المضارع؟ أتبعي. اضحك، تضحك لك الدنيا. ابكي، تبكي وحدك. ما علامة البناء هنا؟ لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. هذا البيت للشاعر عنترة بن شداد. صعدوا إلى الأعلى، صعدوا، أنتم صعدوا إلى الأعلى. كيف كان الفعل هنا مع المضارع؟ أنتم اصعدوا، والآن أنتم. هيا حددوا علامة البناء. ركزوا إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتل الآخر. أوقفوا الفيديو الآن وفكروا بعلامة بناء فعل الأمر. هذه هي الإجابات أحبائي. اللهم أعطي أصلها يعطي، أين الياء هنا؟ يعطي. إذن هنا علامة البناء حذف حرف العلة. اتقي أصلها يتقي، أين الياء؟ أيضا حذفت لأن الفعل فعل أمر. وأتبعي السيئة الحسنة، أتبع هي أصلها أتبع. فكروا هنا قليلا، لما وضعنا كسرة عوضا عن السكون؟ منعا لالتقاء الساكنين، هي أصلها أتبع ولكن وجد بعدها ساكن، وهنا حركت بالكسر منعا لالتقاء الساكنين. اضحك سكون. ابكي أصلها يبكي، حذفت الياء. سقيني، سقيني أصلها اسقي، أصلها يسقي، يسقيني. إذن يسقيني، يسقي، حذفت أيضا هنا الياء. إذن علامة البناء حذف حرف العلة. والمثال الأخير، صعدوا أصلها يصعدون،
حذفت النون. التدريب الأخير هنا كثيرون يخطئون أو لا يميزون بين ياء المتكلم وياء مخاطبة. دعونا الآن نركز كي نميز بين ياءين. دعني، كلمني، أخبرني، اسمعني، حدثني، سامحني. إذا كل هذه الأفعال موجهة لمن؟ دعني، موجهة لي. إذا هذه الياء هي ياء المتكلم العائدة إلى أنا، كلمني أنا، أخبرني أنا. إذا هذه الياء هي ياء المتكلم. أما لو قلنا دعي، كلمي، أخبري، اسمعي، حدثي، سامحي، إذا هذه الأفعال موجهة لمن؟ موجهة لك أنت. إذا إذا كان فعل موجه لي أنا، إذا تكون الياء ياء المخاطبة. أما إذا كان فعل موجه لك أنت مع ضمير المخاطب أنت، إذا تكون الياء ياء المخاطبة. هكذا نكون أحبائي أنهينا درس الفعل الأمر. أترككم الآن مع بعض آيات من الذكر الحكيم، ونحن الآن في شهر رمضان المبارك، اغتنموا هذا الشهر بتلاوة القرآن لننال الثواب. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.